يخبرني بعض الشباب والحمد لله الله وفقه، يقول اشتت عليه قصة. هو يحب الصحراء لأن أمه من هناك من الصحراء، أمه، ودائما يوم يرجع البلد يروح الصحراء. يقول هو ولد شباب، له منظر يعني لازم شباب ترى. يقول جيت إلى مورد من موارد، مورد ماء مع أبوش. يقول فجاءت بنت فيها جمال، رب العزة وهبها جمال، وعندها غنم أيضا تبى تسقي من طوي. يقول أنا لما ريتها استحيت يعني تخرت، خليتها هي تسقي ماء. هي وحك عليها الشيطان وقالت هذه فرصة، هذا ولد شباب فسيح، هذه فرصة سعيدة. قامت لي يشبه، قامت لي يشبه وهو يبتعد عنها، وأخيرا قبضت قبض اليدين، زرد التزرد بتغصبه. شوف ما انقلبت القضية، أول كان الرجال يغصب الحرمة، توعد الحرمة تغصب الرجال. يقول والله تعالى فلتني منها وتميت مريض أيام. إيش المرض إنه؟ مقاومة الشهوة يا عباد الله، مقاومة الشهوة ما شوية، مقاومة الشهوة ما شوية، جهاد عظيم. يقول أنا لمقاومة الشهوة ومقاومة ذاك الموقف تميت مريض أيام. هذه عند الله تعالى عظيمة تعتبر. أما لو واحد شايب كان ما مشكلة، لكن الشباب يتأثر، يثر عليه ما كذا. فإذا الثابت في هذا الوقت يعتبر من أفضل الناس.